في هذه الأوقات الصعبة الحقيقة بنحاول إن احنا نستنير ونستشير بعض حكمائنا، ويمكن بنلجأ لرجال الدين. والحقيقة لم أجد يعني أفضل من الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق، لينير لنا بعض الظلمات في هذا الطريق. ويعني بدون وصل التقديم طويلة، الكل يعرف من هو نصر فريد واصل. دكتور نصر فريد واصل ليس فقط مفتي الديار الأسبق، ولكن الآن طبعا عضو مجمع البحوث الإسلامية، وكان رئيسا للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ورجل عرف بمواقفه الثابتة، عرف بمعارضته لتصدير الغاز لإسرائيل، عرف بعدد من الفتاوى الشجاعة في وقت كان من الصعب أن يصدر المفتي فتاوى قد تغضب النظام. دكتور نصر فريد واصل لجأنا إليه ربما لينير إلينا بعض الظلمات، ونسمع صوت مختلف، صوت عاقل، صوت ربما يهتدي بعض الناس. دكتور أهلا بك. أهلا يا فندم، شكرا. يعني كيف ترى المشهد الآن؟ يعني كل شوية بتقوم أحداث، تقع أحداث، يقع ضحايا، رصاص هنا رصاص هناك، تراشق بين المصري وأخيه، شايف المشهد إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، والسلام على من اتبع الهدى وبعد. يعني حقيقة ما أراه على السطح الآن يعني خروج على المنحة والهبة التي منحها الله سبحانه وتعالى للمصريين، وأعتقد بل وللعالم أجمع، من خلال هذه الثورة المباركة التي قامت تحت شعار السلم والسلام، سلمية سلمية، وهذا ما يتفق تماما مع الإسلام عقيدة وشريعة، لأن الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة، كل حروف الإسلام هي السلام مع التقديم والتأخير. وهنا الإسلام جاء سلاما ورحمة للعالمين، سلاما للإنسان وللأرض وللنبات وللشجر وللحيوان وللطير، كل ما يتعلق بهذه الكائنات الإسلام جاء سلاما له، لأن الإنسان والحياة التي يعيش فيها وجهان العملة واحدة كالروح مع الجسد، لا يمكن الفصل بينهم، ولا بد من التوائم والتسالم والسلام بينهما حتى يمكن أن يتحقق هذا الكيان الذي هو الإنسان والروح التي هي في داخله والتي يسر من أسرار الله سبحانه وتعالى. هذه المنحة التي جاءت من الله سبحانه وتعالى هي منحة حقيقية، وبالتالي لو اجتمعت كل أسلحة العالم أو كل ما يمكن من جانب يعني مادي بشري كان لا يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه هؤلاء الشباب والمصريين جميعا، ومن وقفوا يعني على قلب رجل واحد تحت راية السلام فمنحهم الله السلام من أجل أن يتحقق السلام لهم وللوطن بل وللعالم كله، لأن مصر هي هبة الله في أرضه، كنانة الله في أرضه. الكنانة هي معناها الجراب الحافظ الذي يحفظ ما في داخله ويحميه من كل غائلة أو من كل يعني ما يمكن أن يهدده في أمن وحياته. ومن هنا فكانت مصر بالذات هي الهبة التي وهبها الله سبحانه وتعالى وجعلها الكنانة، ومن هنا إذا كانت هي الكنانة المحوية فهي كنانة للعالم. وذلك حديث الرسول في أرضه، أي في أرض الله، خلق الله جميعا في هذا الإطار. فإذا تحقق هذا هذه الثورة المباركة لتكون مع يعني هذا المنهج ومع ما أراد الله لمصر هذه في قوله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فالأمن والأمان فعلا لمصر، والتاريخ يثبت هذا في هذا الإطار. بل من أول يعني ما نزل آدم إلى الأرض
ومن أول الأنبياء والرسل حتى نجد أن الأمن يتحقق فيها، ولعل ما فيها من تراث ومن يعني ثروات إلهية من الآثار يعني الموجودة فيها وعلى أرضها، والتي يعني تكون للعالم كله، لا يمكن أن يكون مثلها في العالم. كل هذا من خلال فعلا أنها منحة من الله سبحانه وتعالى، ولأنها أرض الأمن والسلام، وأول يعني ما نزل فيها من الأنبياء إدريس عليه السلام، وهو النبي الثالث بعد آدم عليه السلام، وهو نزل في مصر ويعني بيّن من خلال نزوله فيها، بيّن الجانب الديني مع الجانب الدنيوي، بل العلم يعني العلم الذي وهبه الله لآدم وفضله على الملائكة وعلمه الأسماء كلها، أسماء العلوم والفنون، كل ما يمكن أن يخترع في هذا العالم وما نراه من تقدم العلم إلى أن تقوم الساعة، هذا مما علمه الله لآدم. ومن هنا فعندما يعني نزل إدريس إلى مصر بهذا العلم الذي يعني أخذه أيضا من آدم، لأن من ذرية آدم يتوارث هذا العلم، العلم الجيني الوراثي الذي هو إلهامه من الله سبحانه وتعالى، فلذلك علمهم علم الدين وعلم الدنيا. ومن هنا كان هذا العلم، العلم اللي هو يعني الآن بنبحث كيف وصلوا إليه، هذا مما علمه الله لهم من خلال ما علمهم إدريس عليه السلام. فلذلك بنجد إن الإسلام دين ودنيا، الإسلام عقيدة وشريعة. عقيدة يعني اتصال بالخالق والله سبحانه وتعالى، بربط الإنسان بالحياة الآخرة وبكل ما هو ينتظر فيها الخلود، ومع ذلك ربطه بالحياة الدنيا التي يعيش فيها من أجل أن يكون مستخلفا فيها ويستخرج كل ما فيها من كنوز وخيرات من أجل أن يسعد بها هو. ليه مولانا بتقول أن هذا خروج عن المنحة الإلهية؟ نعم، لأن ما يحدث الآن من تخريب ومن تدمير ومن قتل ومن خروج على المنهج السلام ومنهج الأمن الذي تحقق، ومنهج الوحدة، وحدة الصف والكلمة، لأن ذلك الثورة لم تتحقق إلا بوحداتهم جميعا تحت أيضا منهج اللي هو السلام الحقيقي وهو الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا. هنا الاعتصام والوحدة الصف مع الأمن والسلام تحققت الثورة وهزمت الجبروت الذي كان لا يقدر عليه أحد. ومن هنا أيضا نجد عند الخروج عليها، عندما يعني خرجوا وتنازعوا وتشتتوا، هنا كان الفشل الذي للأسف نراه، والخوف أن تضيع منهم هذه الثورة. وذلك يقول الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن يعني ما يحدث الآن للأسف، والصراع حول ما يمكن أن نطلق عليه الصراع السياسي أو محاولة كل أن يريد أن يصل إلى مبتغاه بفكر قد يجد من وجهة نظر أنه يخالف الآخر، مع أنهم جميعا عندما نرى يعني الآراء السياسية كلها الهدف كله يريدون وصل عليه طبعاً. عدل، حرية، ديمقراطية، شورى، الكل يتفق على هذا، لكن عند الوصول إلى هذا الهدف يختلفون في الوسيلة. طب لماذا؟ ما دام إحنا نتفق على هذا الهدف. ولذلك يعني الحقيقة ما أراه الآن من خلال التهاون الذي حدث في الحزم والقوة التي يجب أن تأخذ على يد من يخرج على وحدة الصف والجماعة وتهدد الأمن وتفسد في الأرض، هذا إفساد ما أراه. هناك تهاون يا مولانا؟ نعم، هناك تهاون. تهاون من أولا أولي الأمر، من المسؤولين على حكم الدولة وقيادتها، أرى فيه تهاون في هذا الإطار. لأن ربنا يقول: ولا تأخذكم بهما رأفتهم. عندما أولا التهاون في الخارج على القانون، التهاون في الخارج على وحدة الصف والجماعة، الكل يجمع على أن المصلحة واحد، نحن جميعا في مركب واحدة. لعلي يعني أشير إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل القائمين على حدود الله والواقعين فيها
كمثل قوم استهموا على سفينة في نهر أو في الماء، فكان أعلاهم، فكان بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها، من خلال القرعة، الاستهام يعني القرعة. فكان من في أسفلها عندما يصعدون من أجل أن يصلوا إلى الماء، فقالوا نحن نؤذي من فوقنا، فلو خرقنا في حقنا في نصيبنا في خرقا فأخذنا منه الماء بدل أن نؤذي من فوقنا. فشوف الحديث يقول لو تركوهم لهلكوا، هلكوا جميعا، لهلك الذين في الأسفل وهلك اللي فوق، ولو أخذوا على أيديهم اللي هم من فوق الجماعة اللي فوق لنجوا ونجوا جميعا. هذا ما يحدث الآن في الوطن الذي نعيش فيه بعد أن كنا جميعا وحدة واحدة، وكان الجيش والشعب وحدة واحدة، وكنا جميعا بلا استثناء. أصبحنا الآن فرق وشيع وأحزاب، يعني يقاتل بعض البعض، لكن للأسف الخارجين على القانون والخارجين على الشرعية وما نطلق عليهم أصحاب المصالح سواء الداخلية والخارجية يريدون إفساد هذه الثورة، ونحن أصحاب المصالح السياسية للأسف يعني أتاحوا لهم هذه الفرصة ليدخلوا من بينهم، وهنا اختلط الحابل بالنابل. ما نراه الآن، ما شفناه أخيرا من حرق وتدمير ويعني حرق البيت المجمع العلمي. وأنا أقول ماذا تقول في ذلك يا مولانا؟ يعني أنت رجل علم وتعرف قيمة الموضوع. أولا جريمة من الإفساد في الأرض، هذا إفساد في الأرض، والله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا العلم هو إصلاح الحياة، كما قلت أن الله فضل آدم على الملائكة بهذا العلم وجعله يستخلف الأرض، يعني يعمرها بهذا العلم، العلم الذي هو يملأ العالم الآن والذي نحن من خلاله نتحدث والعالم يسمعنا الآن. هذا مما علمه الله لآدم، العلم الذي نحن فيه الآن هذا مما علمه الله لآدم، مش معناه أنه علمه قال له يعني حفظه، لا، هو خلق في داخله من خلال العلم اللادني الجينات الوراثية هذا. ولذلك عندما كان يعرض على آدم أمام الملائكة ويقول لهم ما هذا، كان ينطق بالاسم. عندما عرضه على الملائكة كانوا يقولون لا نعلم إلا ما علمتنا، إحنا ما نعرفش، لم نعلم هذا. عندما عرضه على آدم نطق الاسم، وهو طبعا ما الله لم يقل له أن هو علمه في الخلق في الداخل، وهذا ما تورثناه نحن من آدم عليه السلام. فكل ما نحن فيه من علم، إذن العلم كان إيه شعورك يا مولانا وأنت تعرف حكاية حريق المجمع؟ أنت حزين، رجل علم يعني فيه. حزين لأنني أعلم أن الإسلام جاء لإحياء هذا العلم، كما آدم نزل لإحياء الأرض بالعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل على أول ما نزل عليه اللي هو العلم وأدوات العلم وتعليم العلم، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ الدنيا وما فيها والحياة، واقرأ الدين والدنيا والإنسان والحيوان. هذا مما أراده الله سبحانه وتعالى لمحمد باعتبار أنه يبلغ هذه الرسالة للعالم جميعا. الإسلام ما فيش عنصرية والعصبية في العلم. من يخربون بقى اللي حرقوا هذا المجمع ويخربوا بعيثوا في الأرض فسادا زي ما احنا شفنا في هذه المشاهد، حكمهم ايه في الإسلام؟ انا اعتبر انهم مفسدون في الأرض، يعني جزاؤهم الآية صريحة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء مفسدون في الأرض، يحرقون الدنيا، يحرقون الحياة. ولذلك يعني إذا علمت أن الإسلام في عصوره إنما كان يأخذ العلم، وفي مرحلة من المراحل كما تعلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان يعني يحرر الأسرى الذين يعلمون العرب القراءة والكتابة فقط، كان من أجل ذلك كان يحررهم، يعني يجعلهم أحرارا. هنا إذا بحثت في هذا الإطار ستجد أن الإسلام في مرحلة من المراحل كانت ترجمة العلم، ترجمة الكتاب العلم نفسه، كان في عهد الخليفة المأمون كان يوزن ذهبا، يعني من كان يترجم كتاب من غير اللغة العربية ترجمة مقداره ذهبا، وزنه ذهب. هل تتخيلي؟ ونحن أليس هذا هو العلم؟ والعلم توارث، الإسلام ما عندوش حسن، بالعكس
الإسلام يأخذ العلم للغير ويعطيه للغير. لكن مولانا على الجانب الآخر يعني هناك طبعا هذه الصور التي رأيناها للجنود أو للجيش أو الشرطة العسكرية، وهي طبعا كان في يعني إهانة للبنات، وكان في بعض المعتصمين كان بيأخذوا بقوة مفرطة. بلا شك هو هنا في تجاوز لا جدال في هذا، لكن للأسف ما حدث من خلال ما رأيناه من الإحراق والنيران التي كانت وما يطلق عليه الملتوف وغيره وغيره من الشباب الذي لا يمكن أن يكون من الثورة، لا يمكن. يعني إحنا رأينا من الثورة من عندما قامت لم نجد أحدا فيها تعدى يعني الحدود الذي حدود الأمن والسلام، لكن ما نراه الآن من تدمير ومن إحراق ومما يحدث ومن قتل، وأنا لا أرى إن في شاب من شباب الثوار، لا أرى، يعني لا يمكن. بالعكس هم اللي كانوا بينقذوا الكتب، هم اللي كانوا بيحاولوا يطلعوها، كانوا بيحاولوا. لكن إحنا بنلوم بقى على أولي الأمر وبنلوم على المسؤولين. ما هو أولي الأمر بيقول أنا لو أخذت بقوة، لا يأخذ بقوة، الناس هتقول وحقوق الإنسان وهنعمل إيه. نحن في هذه الحالة معنا الإمكانيات المادية وغيرها بحيث ندخل بغير قتل وبغير تدمير ونقبض عليهم، يعني نأخذهم بقوة اليد ونضعهم في الأماكن، ومن هو يعني ليس عنده شيء يطلق سراحه، ومن نجد أنه فعلا من الخطرين ومن الفلول ومن المستأجرين ومن الذين يريدون الإفساد في الأرض، هؤلاء يعني يعاقبوا ويأخذوا يعني القانون يطبق عليهم. لكن كما قسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقص أحيانا على من أرحمه، وربنا بقول ولا تأخذكم فيهما رأفة في دين الله. إذن الأمر التي وليه ربنا جعل القصاص ولكم بالقصاص حياة، النفس بالنفس والعين بالعين، لماذا؟ نحن لابد أن يأخذ القانون حق ومجراه. ولذلك يعني ما حدث الحقيقة في تهاون في مسألة ما يطلق عليه فض المشاجرات والمظاهرات، يجب أن تكون بالقوة، لكن القوة الناعمة ليست القوة القاتلة ولا القوة المدمرة. لأن عندما نجد ثم إن من تدخلوا في وسط هؤلاء، نحن نعلم أن هناك مخابرات حربية ومخابرات مدنية وفي مباحث وفي كذا وفي مخبرين يندسهم بصورة ما، ثم يقبضهم على من يريد أن يجعل يحول السلمية إلى أمر آخر. الدولة عندها من الإمكانيات، ولكن كنا أن احنا يصل الأمر إلى أن من يجي ويتهم الجيش أو لا، الجيش له مكانته، والسلطة التي تحكم الآن هي سلطة نعتبرها أنها حكومة، لكن يجب أن يكون الجيش في مأمن وفي أمان، ويجب أن نكون له هيبته كما كنا في أول الأمر، الشعب والجيش يد واحدة. الشعب الجيش هذا هو جيشنا نحن، هو المجاهد. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما قال إذا فتح الله عليكم مصر، مش هي أنت تفتحوا مصر، لا، فتح الله عليكم. إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا. فلذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فقال ولما يا رسول الله؟ قال لأنهم خير أجناد الأرض، وإنهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة. فإذا هؤلاء هذا الجيش العظيم اللي فعلا اللي هبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والأهل جميعا، لأن من في الجيش هو ابني وأخويا وأخوك وابنك، وهم ليسوا مستأجرين، ده هم مجاهدين، هم مأمورين فرض، يعني فرض من الوطن وفرض من الله سبحانه وتعالى. فإذا كيف يمكن التعدي عليهم؟ وكيف يمكن؟ وأنا سمعت الحقيقة أسفت امبارح أمس في أحد البرامج عندما أرى وأسمع في إطار أن هناك من يحاولون تنظيم معين يريد هدم الدولة وهدم الجيش وهدم الدولة بكاملها، ويأخذون على أيديهم ويطلقون الدعوات. إذا هؤلاء يخربون أنفسهم، يعني يخربون بيوتهم بأيديهم. إذا نحن لا نعرف
مصلحتنا، وكما قلت نحن جميعا في مركب نعون. زيك أنا أناشد الشباب الآن اللي هم أصحاب هذه الثورة المباركة، اللي هم شباب الحاضر وقوة الحاضر وأهل المستقبل وقادة المستقبل في كل مجالات الحياة، أن يحافظوا على ثوراتهم هذه، وأن يعني يقبضوا على كل من يريد أن يتدخل أو يفرق جمعهم أو شتاتهم، وأن يعني يكونوا على قلب رجل واحد. ونحن الآن على بعض خطوات حتى نصل إلى يعني خطوات بسيطة. هم اتخذوا منهج معين من حيث السير إلى الطريق، والطريق الآن أصبح واضحا، فلماذا لا نصبر الآن حتى نصل إلى هذه النهاية وإلى النتيجة؟ مولانا هنخرج فاصل قصير، وبعد الفاصل هنواصل هذا الحوار ونتكلم عن القصاص مع على الجانب الآخر. كثيرون يشعرون أنه لم يكن هناك قصاص لكل هؤلاء الشهداء الذين سقطوا من أول ثورة 25 مرورا بكل الأحداث. لا يوجد قصاص، لا توجد تحقيقات. هنسأل مولانا أيضا في قضية القصاص وقضية الشهداء، هل كل من يسقط في هذه الأحداث هم شهداء؟ ونسأله أيضا عن الشيخ عماد عفت، ربما كان من تلاميذه، أو ربما يعني نشوف إذا كان يعرفه أو لا يعرفه، وكان مفتيا للديار المصرية. بعد الفاصل.